الانترنت حقنا ما برضى يشتغل من امس. طيب شبك تعال روح حق ام اس يو. انترنت حقنا كامل هو مال ام اس يو يعتبر بس الراتورات. طيب هذني شبك عليه هنا ايه في الجامعة. اتكلم لك السكن هو نفسه ام اس يو، احنا ساكنين في الكامبس نفسه، عندنا جيس وعندنا السكيور. كلمتهم قال لي عطني نتايدي حقك عشان بيشوف شيء. قلت له بنتايدي طلعوا هم يدرون ايش السالفة اصلا، يقول من امس خربان ونادري يقولوا شغلون. قلت له ما اشتغل عندنا. كلمت قسم الانترنت انا مو برضى يشتغل. بخش هنا وبحشرهم لان قبل شوي حتى جارنا طلع تقريبا جاله هنا وعلي العنزي. ايه وعلي العنزي جو كلمهم ايش السالفة. ولو على بدايه الدراسه زي كذا بدايه الدراسه في الجامعه غير اجباري يشتغل هناك. هنا قسم غير حق انترنت بس نفس الشبكه. كلمتهم يقول قسم الانترنت يدرون عن المشكله وقاعدين يشتغلون عليها. ظهر الانترنت حقي مخلص من قبل 3 ايام، جالس على 3G. وتدري هنا في امريكا الانترنت حقي كذا خلص ما يقطعون الانترنت عندك، يصير بطيء عندك على 3G. اشتغل جالس على 3G هنا. السلام عليكم، اهلا فيكم بلوك جديد. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ شلونك؟ الحمد لله. ايش سويت اليوم؟ تمام. شلون؟ ليفل 1 الرياضيه. اعطوك النتيجه على طول؟ على شو ليفل 1؟ ده سموه اول ليفل اللي هو بري الجبر. مرتضى موعدني قال لي 4 و10 دقائق بصحى من النوم، انه الساعه 3 دق لي قال بنام ساعه. قلت له انت ساعه ما راح تصحى. قال لي عطني 4 و10 دقائق بكلمك. قلت له 4 و11 دقيقة أنا دقيت علي ما راح أرد عليك. في منك إيه دقيقة واحدة قلت له ما راح أرد عليك. فالحين 4:30 ثانية ننتظر نشوف. شوف يا مرتضى إذا شفت ذا الفلوق الحين الساعة 4:02 هذا قاعد ننتظر كم شقتك. تبينا ننزل؟ لا ننتظره. هو 4:10 دقيقة قال بكل خلي غلط. أوكي 4:10 دقايق قال لي نمشي معه بالوقت مرتضى خلاص. مع إن أنا كل أسحب عليه بس هالمرة أنا صار هو بمشي معه الوقت. باقي 30 ثانية. ليسك طيب ناقصة دقيقة. 30 ثانية باقي. انتظر الحين 30 ثانية باقي. شوف الحين صارت 4:10 شلون؟ نسحب عليه ولا؟ دقالي. أنت ما تراضي الدقالي قاعد تراسله. أنا هلا. 4:11 صارت وأنا متفق معك إن 4:11 ما راح أدقلك. انت بتدق علي. لا انت قايل انت اللي بتدق علي، عندي التسجيل حقك. اي صوت بعد نسيت. عندك التسجيل ما يقدر ينكر الحين، ما يقدر ينكر الحين. ايه المهم احنا تحت. يلا انزل لك الحين. افتح الباب دقيقه بدنا نخش عندك وجيب لابتوبك. يلا اوكي. يلا شنو؟ ترى تاخرت دقيقه. والدقيقة يعني أنا قايل لك 11 خلاص بس والله بالضبط يا أخي. لا والله أنا كنت يعني بصراحة كنت بتسحب 4:06 دقايق بس خلنا نوم بعد 4 دقايق بس كل 10 قلت أوه نسينا. مرتضى لا تأخرنا. يلا تتوضى باقي على الصلاة. يلا عاد كيف خوي؟ على سيارتك؟ والله؟ اي والله. شلون خوي؟ قاعد ادور على سيارتك. نروح ناخذ الهندي؟ بال ما اقدر. ليه خوي؟ انت كم هندي؟ خلاص يا قلت لك قال والله والله يلا قدام. يلا عند مرتضى انزل. يلا مرتضى ايام تعبون هنا مسكني ربع ساعه عشان ما تاكل. يلا لا تعال معهد تدرس ليفل 1 يوم جاء ما لقى حبور كل اللي ديلك سحبوا عليه اللي كانوا بيجوا فما في الا نوايف اللي جاء ما يقدر يدرس بروحه. الحين الامريكان قاعد يشتغلون ان شاء الله بس ما يحرقون الخبز. اهم شيء الخبز انا عندي. كيف الطعم الخوي؟ مش مكمن؟ ما تلاحظون شيء يا جماعه؟ اشتغلت اغنيه الهنديه لان جات الهنديه. اريد توب
اي هذا والله بعطيته ليه تولي على الخبز طبعا الخبز على الاول ما جيت لها تذكري وكلمته وبعطيته وجه ايه. شلونك طيب ايش عبود اذا بعد شنو ساكن في الجامعه وين تبي تسوق طيب على الاغلب والمارت الخوي على الاغلب دق علي قل خواجه بمرك اقول لك بروح للمارت قل خواجه بمرك جوي المطار اليوم ها جوي وين المطار وين المطار ده شنو المطار ما دله لا فهمتها مع السلامه كنت رحلة سعيده معكم يلا استمتعنا معكم المره الجايه ها مرحبا في نهايه الفلوق لا دقيقه عبد الله تنهي الفلوق انهى ولا ما انهى شوف لا ما برح المهم بما ان الانترنت عندنا زفت او بالاحرى ما يشتغل الحين طالع الحين ماخذ اللابتوب معاي بروح ما ادري ستاربكس ما ادري تي هاوس يمكن والمارت يمكن المول اي مكان المهم اني ارفع لكم الفلوق فانتظر خليفه الحين يجيني وبروح ارفع له فلوق ان شاء الله تحسون بالتعب البذله عشان بس ارفع لكم الفلوق وتشتركون في القناه وتنشرون المقطع فخليكم معي الحين وصل خليفه طبعا على الرواقه يمشي مروق السلام عليكم رحت ستاربكس انت ايه انا بروح ستاربكس عشان ارفع الفلوق خليفه راح للمارت انا نزلت ستاربكس تقريبا اسرع من الوالمارت شوف كم بياخذ في الرافعه طيب انا اوريدي رافعه بس عدلت عليه فوقفت ذاك تبغى الحين نخلي خاص فبحذفه برفع الثاني نخليه مجدول لو برفع الحين عندنا 8:30 عندكم في السعوديه الحين 6:30 الصباح فبخليه على المغرب كم بيعطيني وقت الله 3 ساعات حدث لا كذا بتجيب العيد ان شاء الله ما يطول 3 ساعات 50 دقيقة حين اعطاني 44 دقيقة 43 دقيقة 42 43 الو هلا خوي 6% توا والله وينك انت والله كلش انترنت تومي والله تعال دقيقة شوي عشان اذا سكر نجي شقتك نروح هناك تو واصل 6% ما ادري هل اكمل باقي اغلى من نص ساعة ويسكرون خلينا نشوف سرعة الانترنت هنا في ستاربكس البينج والله عالي 53 الجامع يوصل 900 وهنا 22 انا السكن عندي وصل 80 روح عند الشباب ما في هذا الحل الحين خط 15 دقيقة تو واصل 10% وانا في الشقة عندي يوم الانترنت تعدل ارفع الفلوق كامل في 4 دقائق 3 دقائق كذا ما ينفعش يا الخوي 20 دقيقة تو رافع 12% بس والله السلام عليكم الباسورد كم؟ ها؟ الباسورد كم؟ حق ايه؟ حق بيتكم لا حق الانترنت ما ادري عاد يمكن لا تسوي دروب شوف سوي لا الحين قام يمشي الساعة 12 هم صلاة 14 بس ما برضه يعطيني الوقت لنهي شنو 14 ساعة؟ 14% رفع بس كذا خلص الفلوق يلا عشان كله رفعنا خلص بعد كم انت هنا موجود صح بالسيارة معي هناك الحين سيرو في السيارة معي تمام انت هنا ابي اجلس كل ساعه يقول لي اذا خويه بيجي
قلت والله ما اقول له راح جلس في النص ما بيني هنا سعودي هنا سعودي اثنين وقاعد يتكلمون لا وانجليزي برونسيشن دلنا على يمين عرفت انه سعودي قلت له تجيب مين قال لي ام فروم قال لي خالد فروم ميدل ايست ادري قلت له اند يو يقول لي فروم سعودي قلت له احنا اثنينكم سعوديين تكلمون انجليزي اللي ورايهم يقول والله انك واسخ طلع الشعب كله سعودي لا بعد يوم تصير كذا مشي انت ما فاهم الحين يا عبد الله نهي الفلوك خلاص لا تنسون لايك وسبسكرايب سبسكرايب وشير والسلام عليكم والله حسبي بتطفي الكاميرا